الأرض والأقصى ثوابت شامخة تتحدى الاحتلال الصهيوني، هذا هو ما قالنا اليوم للدكتور غسان مصطفى الشامي الكاتب والباحث. معنا دكتور غسان لنحاول معه أن نفهم ونستجلي أبعاد ذكرى يوم الأرض وهي المدخل لهذا المقال. أهلا بك دكتور غسان. إن شاء الله تكون في الاستماع. بكم. يعني لو تشيل السماعات نسمعك أفضل، يعني في مشكلة في الصوت. أسمعكم. تفضل. أهلا وسهلا دكتور. تفضل. ممكن ترفع السماعات حتى يكون الصوت تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا دكتور غسان. إذا في مقالك حاولت أن تبيئ يوم الأرض في مناخ جديد من 1976 إلى 2023. كيف هي القدس وكيف هي الأقصى وفلسطين تستقبل عيد الأرض أو يوم الأرض؟ الحقيقة يعني فلسطين والقدس تستقبل يوم الأرض بمزيد من التهويد ومزيد من الاستيطان ومزيد من الانتهاكات. تمر علينا الذكرى 47 ليوم الأرض الفلسطيني المجيد بمزيد من الانتهاكات في القدس والاقتحامات في القدس، ونحن على مقربة ساعات من عشية ما يسمى عيد الفصح لدى الصهاينة، وينوون ذبح القرابين في باحات المسجد الأقصى المبارك. وأيضا ربما العام المنصرم كان عام صعب على الأرض الفلسطينية، خاصة أن الاحتلال الصهيوني صادر قرابة 15 ألف دلم في القدس وفي الضفة لصالح إقامة المزيد من السكنات الاستيطانية في القدس المحتلة وفي الضفة، وأيضا يواصل هدم المنازل ويواصل التصعيد داخل أراضينا في عام 48. والشعب الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية والمقاومة الشعبية الفلسطينية كيف تتفاعل مع مثل هكذا محطات مهمة في تاريخها، خاصة وأن الوضع الآن يتغير بشكل مفاجئ وسريع؟ حقيقة شعبنا الفلسطيني يواجه بكل ثبات وقوة وعزيمة الانتهاكات الصهيونية في القدس وفي الضفة، وحتى المقاومة الفلسطينية على أهبة الاستعدادات في مواجهة أي جرائم صهيونية قد تحدث في القدس أو في الضفة. ويعني في البارحة تصدت المقاومة الفلسطينية لانتهاكات في جنوب قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام أن دفعاتها الجوية تصدت لطائرات الاحتلال في سماء خان يونس، ولا زالت المقاومة الفلسطينية على أهبة الاستعداد لأي جريمة قد ينتهكها قطعان المستوطنين غدا الأربعاء، وهم أعلنوا أنهم سيقومون بذبح عشرات القرابين في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأعلنوا في عشية يوم مساء الأربعاء في 14 من شهر رمضان المبارك. يوم الأرض هذه السنة يعني تزامن مع شهر رمضان المبارك، كذلك مع توترات كبيرة جدا تسدها الساحة الإسرائيلية الداخلية حكومة نتنياهو، ويعني المنظومة الحكم عموما في إسرائيل تواجه يعني اختبار قد ينصف كل هذه المنظومة وبنية الحكم حتى، والبعض بدأ يتحدث عن تآكل إسرائيل من الداخل. يوم الأرض هذه السنة في هذه الأبعاد كيف يقرأه العقل السياسي الفلسطيني؟ حقيقة منظومة الحكم في الكيان الصهيوني، هذه الحكومة الفاشية التي يقودها نتنياهو وإيتمار بن غفير وسموتريتش وقطعان المستوطنين، هذه المنظومة واليوم تخوض حرب داخلية بسبب
ما تسمى الإصلاحات القضائية داخل الكيان، وبسبب الاختلاف الداخلي داخل الكيان. ولأول مرة هناك مظاهرات يومية بالآلاف، يخرج الصهاينة ضد الإصلاحات فيما يسمى القضاء، وضد الإصلاحات في العمل الحكومي الداخلي في الكيان الصهيوني. وبالفعل دولة الكيان الصهيوني يعني بإذن الله بدأت تتآكل من الداخل تحديات صعبة تواجه نتنياهو وإيتمار بن غفير وسموتريتش. هذه التحديات الداخلية ربما الصهاينة ينقلوا يعني يحاول أن يجدوا مخرجا خارجي، سواء في تجديد الاقتحامات في باحات المسجد الأقصى المبارك، أو تجديد الاستيطان في الضفة، أو معركة خارجية على قطاع غزة أو على المنظومة الإقليمية. هذا لأن هذا العدو الخارجي ربما سيلفت أنظار الصهاينة وسيخفف من حدة المشاكل والتحديات الداخلية التي يواجهها نتنياهو، وقد تسقط يعني حكومة نتنياهو بسبب التحديات الداخلية. أختم معك بالعودة إلى يوم الأرض، ولكن في سياق آخر مختلف. رمزية إحياء الشعب الفلسطيني ليوم الأرض، وهذه الرمزية التي أو هذا الإحياء الذي يرتبط بشكل احتفالي وبشكل احتجاجي، ماذا يعني هذا الإحياء يوم الأرض، خاصة وأن يعني المقاومة الفلسطينية عموما تواجه أسئلة وجودية في هذه الفترة؟ يعني يوم الأرض الخالد هي يعني ذكرى من ذكريات الذكريات المجيدة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، وهذه الذكرى نحن نحييها بالتواجد على أرضنا والتشبث بأرضنا وفعاليات في قطاع غزة على الحدود الشرقية مع الاحتلال، وأيضا هناك فعاليات ثقافية، وهناك زراعة أشجار في الضفة المحتلة، وهناك مسيرات يومية. هذه الذكرى دائمة، ويعني من الذكريات الخالدة في تاريخ شعبنا الفلسطيني. كما في 30 من مارس آذار من عام 76 وقف أبنائنا في مخططات صهيونية لإقامة تجمعات استيطانية أو لسرقة المزيد من الأراضي في الداخل الفلسطيني المحتل. لذلك يحرص شعبنا الفلسطيني دوما على إحياء هذه الذكرى بالفعاليات والمواجهات مع الاحتلال في كافة نقاط الاشتباك.